بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اشكر التشيربيرسون دكتور لبيس دكتور منتصر, اجهدنا حضرتك النهارده, واشكر دكتور جمال طبعا على دعوتي ان احنا نتكلم عن البالموناري هايبرتنشن. احنا في البالموناري هايبرتنشن عايزين نفرق ما بين ترمين بالموناري هايبرتنشن وبالموناري ارتيريال هايبرتنشن. زي استاذ دكتور جمال قال ان انا عندي في البالموناري هايبرتنشن في اسباب كتيره جدا, يجي 200 سبب كده ولا حاجه. انا التالنت ان انا افرق ال 200 سبب دول, احاول ان انا اوصلهم الى سببين ثلاثة, بحيث ان انا اقدر هل العيان ده هيحتاج ان انا امشي معاه فيردر انفستيجيشن ولا امشيش فيردر انفستيجيشنز, هل محتاج ان انا اعمل له رايت هارت كاث ولا مش محتاج ان انا اعمل له رايت هارت كاث. البالمونري هايبرتنشن ده هيمودايناميك ديفينيشن, زي ما استاذ دكتور جمال قال في كل شويه عمال يتاكل او عمال الديفينيشن يفرق, لان المين بالمونري ارتري بريشر العادي خالص 14 بلس اور ماينس 3, يعني من 17 ل 11, وبالتالي هو في الفيرست وورلد سمبوزيوم في 73 كان كل الموجودين 10 15 اكسبرت, فقال لك طب نخلي 25 ونحط اكسرسايز, وبعدين بعد شويه لا في 2008 قال لك طب لا يعني حكايه الاكسرسايز دي ممكن ولا لا, بس خلي ال 25, لغايه ما ري انتروديوست مره ثانيه او ري تاكلد مره ثانيه جزء ال 25, قال لك لا ال 25 ده النورمال لغايه 17. طب من 17 ل 20 يعني مقبوله, انما من 20 ل 25 ايه اللي كان بيحصل, خصوصا ان احنا في بعض العيانين اللي هو كليروديرما كنا دايما بنبدا ميديكيشنز اللي هو بالمونري ارتيريا هايبرتنشن اسوشيتد مع كونكتيف ديزيز, خصوصا السكليروديرما كنا بنبدا ميديكيشنز مع العين اللي عنده 20 مليمتر ميركوري, ان غالبا هيبقى بور بروجنوسيس. مجرد وجود البالمونري هايبرتنشن سواء اسوشيتد مع جروب 3 جروب 4 جروب 2 associated with worse prognosis, يعني عينين حتى السي او بي دي في اللونج تيرم, العينين السي او بي دي اللي هم عندهم لونج تيرم اوكسجين بياخدوا لونج تيرم اوكسجين ثيرابي, لقوا العينين اللي عند associated معاهم pulmonary hypertension او pulmonary hypertension اكتر من 18 associated with poor prognosis عن العينين اللي اقل من 18 and so on. فالنقطه الاهم ان انا لما يجي لي عيان pulmonary hypertension مش لازم اكتب له specific medications باي حال من الاحوال, لازم اشوف هل pulmonary hypertension ده محتاج further investigation ولا لا, وهل العيان عنده اصلا pulmonary hypertension ولا ما عندوش. ده السؤال الاهم, لان عاده عشان اشخص عيان عنده pulmonary hypertension الاوبننج جيت بالنسبه لي هو الايكو. طيب بتوع الكارديولوجي هل بيهتموا بالايكو بالرايت سايد؟ غالبا لا ما بيهتموش بالرايت سايد, ده في بعض الاوقات كان يقول لك لو انا شلت الرايت سايد اصلا الكارديك ادوس مش هتاثر ومفيش اي حاجه خالص هتتاثر, بعد شويه لا ان الرايت سايد فيري امبورتنت ايتم, عشان كده بداوا يهتموا بيه. انما برضه هو اللي بيعمل ايكو عشان يعمل بالمونري عشان يعمل الرايت سايد بيحتاج تايم كونسيومينج اكتر من الايكو بتاع الليفت, وبالتالي طب انا هشغل نفسي ليه, فبعمل مين, بعمل نورمال رايت سايد مش عارف وهكذا. فمهم قوي لو انا شاكك ان العين عنده بالمونري هايبرتنشن لازم اطلب من شويه بارامترز كده عشان اكونفيرم اذا كان العين عنده بالمونري هايبرتنشن اصلا ولا ما عندوش بالمونري هايبرتنشن قبل ما ابروسيد, لان ده الدياجنوستيك جيت زي ما احنا قلنا بالظبط. تمام, اذا بالمونري هايبرتنشن ان هيمو دايناميك وباثوفيسيولوجيك ستيت, مش ديزيز في حد ذاته, وموجود في حاجات كتيره جدا زي ما قال الاستاذ دكتور جمال بالظبط. تمام, وده المين بالمونري ارتي كان قبل كده, وتقسم بري كابيلاري وبوست كابيلاري. السلايدز ده برضو بريزنتد استاذ دكتور جمال. انا دوري ان انا افرق ويتش از ذا بريدومينانت, المشكله الاصل فين, هل المشكله في الليفت, مشكله في الرايت, مشكله في الانترستيشيال. سام تايمز بيجي لي عيان بالمونري سي او بي دي وعنده مايلد اوبستراكتيف ايروي ديزيز وعنده سيفير بالمونري هايبرتنشن بالايكو, ده العيان اللي يحتاج ان انا امشي وراه لانه ديسني اوت اوف بروبورشن اللي كان موجود قبل كده جزء الاوت اوف بروبورشن. عيان انترستيشيال ابص الاقي ان هو عنده مايلد انترستيشيال افكشن وعنده سيفير بالمونري هايبرتنشن, بلاش عيان كونكتيف ديزيز سيستميك لوبس وابص الاقي ان هو عنده انترستيشيال باترن وعنده بالمونري هايبرتنشن, مين البريدومينانت؟ هل الانترستيشيال عامل هايبوكسيا والهايبوكسيا عامل بالمونري هايبرتنشن, ولا الانترستيشيال على قده قليل والمين براند هو فاسكولوباثي, وبالتالي انا اقدر افرق ما بين ده. في عينين احنا بنشوف الانترستيشال كتير ونشوف السي او بي دي كتير, صحيح الانسيدنس اوف بالمونري هايبرتنشن زي ما استاذ دكتور جمال ورى من شويه السيفير بالمونري هايبرتنشن 5% من السي او بي دي, بس 5% من سكيل واسع هيبقى رقم, وبالتالي والرقم ده محتاج فيرذر انفستيجيشن, محتاج مانجمنت, بروبر مانجمنت.
احنا قلنا في عندي بري كابيلري بالموناري هايبرتنشن وبوست كابيلري بالموناري. طيب ما واحد يقول بدلا ما اوجع دماغي ما اعمل له قسطره واخلص، يعني القسطره هتقول لي، طب القسطره هتقول ايه؟ هتقول اذا كان ده بري كابيلري ولا بوست كابيلري بالموناري هايبرتنشن. القسطره بتجاوب على سؤال، هل ده بري كابيلري ولا بوست كابيلري؟ لو طلع بري كابيلري بالموناري هايبرتنشن يعني المين بالموناري ارتر بريشر بتاعي اكتر من 20 يبقى ده بالموناري هايبرتنشن. الويدج اقل من 15 بري كابيلري، او الوجه اكتر من 15 بوست كابيلري. البالمونري فاسكولار ريزيستنس اكتر من 3 يبقى انا الكرايتيريا. طب ما خلاص يبقى انا كده شخصت بالمونري هايبرتنشن. شخصت بالمونري هايبرتنشن بس ما قلتش بري كابيلري ده يشمل بالمونري ارتيريال هايبرتنشن اللي هو جروب 1، يشمل بالمونري هايبرتنشن ويز لونج ديزيز اللي هو جروب 3، يشمل كرونيك ثرومبو امبوليك بالمونري هايبرتنشن، ويتش اوف ويتش مين فيهم. وبالتالي لو انا عملت قسطره بدري مش هستفيد والعيان مش هيستفيد، وبالتالي اخلي القسطره when indicated later on. لازم تتعمل في بعض الجروبس مش كل الجروبات زي ما هنشوف بعد شويه. تمام. دول اسباب البالمونري هايبرتنشن. انا عاده زي ما قلنا بالظبط الورلد سيمبوزيوم متقسمهم لخمسه جروبات، احنا خلاص استاذ دكتور جمال اتكلم عليهم كلهم. Understanding and describing genetic or pathophysiologic or hemodynamic or clinical heterogeneity within each group very critical. No, no, the most common cause of pulmonary hypertension. خلي بالنا احنا بنتكلم على pulmonary hypertension ما دخلناش على pulmonary arterial hypertension. Pulmonary arterial hypertension is a disease. بدام disease يستحق العلاج. إنما pulmonary hypertension is a hemodynamic state. مش شرط عالج أو معالجش. إلا لو في pathology. يبقى ساعتها هعالج، لو في ريمودلينج في السمول اير واي ساعتها هعالج. ده جروب واحد ويعني اتقال قبل كده، وده جروب اثنين. طيب حتى ايفن في جروب واحد بالمونري ارتيا هايبرتنشن لازم اوصل لسب كلاسيفيكيشنز. هل بالمونري ارتيا ايديوباثيك؟ هل هو هيريتابل؟ هل هو دراج انديوزد؟ هل هو استريت ويز كلور ديرما؟ هل هو بالهارزيال؟ طب ليه؟ عشان السلايد ده ان ويذن ذا سيم جروب اللي هو جروب 1 بالمونري ارتيا هايبرتنشن السرفايفل بيفرق. الجزء بتاع الايديوباثيك بالمونري هايبرتنشن احسن من البالمونري ارتيريال هايبرتنشن اسوسييتد ويز سيستميك سكليروسس، واحسن البالمونري ارتيريال هايبرتنشن ويز كونجنتال هارت ديزيز احسن من الايزوليتد بالمونري ارتيريال هايبرتنشن او الهيريتابل او البالمونري هايبرتنشن بالمونري ارتيريال هايبرتنشن ويز سيستميك سكليروسس. يعني نفس الديزيز بالمونري، نفس الجروب بالمونري ارتيريال هايبرتنشن او جروب 1، انما ويذن ذا ديفيجن اوف بالمونري ارتيريال هايبرتنشن السرفايفل بيفرق. واحد سنه سنتين والتاني لا ممكن يقعد 5-6 سنين. العينين بالهارزل احنا بنشوف عينين بالهارزيال 40-50 سنه، وبنشوف عينين ايديوباثيك بالمونري ارتيا هايبرتنشن عندهم 20-22-25 وما بيكملوش. فمهم قوي عشان ابدا، لان ده مهم هيبقى له انعكاس في مين في التريتمنت. بدل ما ابدا ميديكال تريتمنت بدواء ممكن ابدا بدوين او ابدا بثلاث ادويه وهكذا. تمام. فدي النقطه المين المهمه في الجزء الاولاني. تمام. بالمونري ارتيريال هايبرتنشن زي ما قلنا بالظبط رابيدلي ايفولفينج ديزيز، يعني كل شويه لو انا ما لحقتوش بدري العين هايبرزنت بي برايت فينتريكولار فيلير ويتش از نو تريتمنت، وير ذير از نو تريتمنت فور بالمونري فور رايت فينتريكولار فيلير. ما قبل الرايت فينتريكولار فيلير في تريتمنت، انما وانس ان هو دخل في بالمونري ارتيريال هايبرتنشن يبقى ايام العمر ايه معدوده. فعشان كده الهدف الاساسي ان انا بس احط في الباك جراوند او في الباك مايند ان انا عندي حاجه اسمها بالمونري ارتيريال هايبرتنشن. ممكن يمين افكر لو العين ديسنك اوت اوف بروبورشن سي او بي دي وديسنك او العيانه بلاش. انا هحكي لكم على بنت صغيره عندها 22 سنه بدات تشتكي من 5 سنين بجراديوال بروجريسيف ديسنيا، راحت لحد قال لها غالبا ان انت اثماتيك، كتب ميديكيشنز، كتب انهيلرز، كتب برونكو دايليتورز، ما اتحسنتش، غير البرونكو دايليتورز لاي سي اس وبرونكو دايليتورز ما اتحسنتش، لغايه في يوم من الايام صحيه مشي حصل لها فينتنج اتاك. فراحت لمين؟ راحت لمين فينتنج اتاك؟ دكتور عصبيه. ها؟ دكتور عصبيه يعني جوز ويزاوت سينج يعني، فقال لها ايبيليبسي. فالمهم فهي برضو بنت حلال خدت العلاج وما تحسنتش، هتعمل ايه يعني؟ لغايه بعديها بسنتين صحيت من النوم لقت رجليها مورمه. راحت لدكتور البطنه بقى. راحت لدكتور البطنه، دكتور البطنه ابن حلال عمل رسم قلب وعمل شيست اكس راي، لقى طبعا كارديوميجالي ولقى رايت فينتريكولار فيلير و
عندها 22 سنه بدات تشتكي بقى لها 4 سنين على فكره. وعلى فكره البالمونري هايبرتنشن مش مايل ديزيز، يعني حتى ايفن لو العيان بدا يشتكي، عشان يبدا يشتكي يا جماعه 60 او 70% اوف ذا بالمونري فاسكولاتشر ماست بي انكلودد، يعني هو اوريدي بقى فاروي، يعني هو اوريدي بقى يعني واخد السكه. فعشان كده ما استهونش حتى في المايل، في التريتمنت هنعرف ان هو ان الصوره بدات تختلف. مشكلة البالمونري هايبرتنشن او البالمونري ارتيا هايبرتنشن ان السيمتومز بتاعته فيج، اللي هو ايه؟ شورتنس اوف بريث، طب مليون سبب يدي شورتنس اوف بريث. اللي هو اكزيرشنال شورتنس اوف بريث، مليون سبب يعمل هذه القصه. الفاتيجابيلتي، ايزي فاتيجابيلتي، كلنا ايزي فاتيجابيلتي. انما الشور ساين لور ليم اديما، ويتش دينوتس رايت فنتريكولار فيلير، ويتش دينوتس فيري ليت مانيفستيشن. عشان كده مش لازم كل عيان يبقى نفكر ان هو لو العيان ما تحسنش للكومن افكر في الباك جراوند ان ممكن يكون في عندي بالمونري هايبرتنش، لان هو الاوبننج جيت بالنسبه له ساينز وسيمتوم، وساينز سيمتوم ساعتنا زي ما انتم شايفين كده، يعني ديسنيا وز اكتيفيتي، ده ايرلي ليت سينكوب. ما العيان جيب سينكوب الاتاك، ما سينكوب الاتاك ده الكاردياك اوتبوت قليل وبالتالي حصل له سينكوب الاتاك. طب ما هو كاردياك اوتبوت قليل يعني، وبعدين يعني شست بين نفس القصه، ليج اديما دينوتس رايت فنتريكولار فيلير، ابنورمال شست اكس راي اور اي سي جي. لو نورمال شست اكس راي واي سي جي داز نوت اكسكلود بالمونري هايبرتنشن، انما يعني عاده العيانه ما بيبرزنت ليت بيبقى في فايندنج في الشست اكس راي وقصه. فيزيكال فايندنج برضه ساينز ليفت باراستيرنال ليفت اكسنتويت بالمونري كومبوننت، نلاقي كونجستد نيك فينز وهكذا يعني. من الهيستوري ممكن بعض الحاجات تفرق لي شويه، لو عنده هو سموكر يبقى غالبا ده، او سي او بي دي سيستميك هايبرتنشن يبقى غالبا ده ليفت هارت ديزيز، ساينوزس وميرمر ده بتاع كونجنتال هارت ديزيز، ماسكولار او جوينت ماسكولو سكيليتال جست بين رينوتس فينومينا يبقى غالبا كونكتيف تيشو ديزيز، بريفيوس دي في تي يبقى غالبا هايبركرونيك ثرومبومبوليك بالمونري هايبرتنشن وهكذا. الابيتايت سبريسن ممكن دراج انديوست. تمام. راديولوجي زي ما قلنا بالظبط نون سبيسيفيك، انما دي كانت بنت عندنا، دي واحدة ست عندها 45 سنة بريزنتد بجراديو بروجريسيف ديسني، عملت الشيست اكس راي دي وقالوا لها ان هي نورمال، بس هي الست طلعت بالهارزيال بعد كده بالمونري هايبرتنشن. دي بنت عندها 22 سنة طالبة في جامعة، وسقطت سنتين على فكرة باي ذا واي انتشنالي، عشان الدواء كان غالي، فالجامعة كانت بتديها الدواء، فعشان ما وهي بقى ما تخرج ما تعملش سقطت انتشنلي سنتين. وجت بهذا الشكل، جت كارديوميجالي زي ما احنا شايفين، عندي كارديوميجالي انكريز البرونكو فاسكولار ماركينج وهكذا. دي ست برضو عندها يعني ذا دايجنوستيك بقى، انا عندي بايلاترال بالمونري ارتي انيوريزم، بس دي ست عندها 56 سنه بالهارزيال بالمونري هايبرتنشن. ده عيان عنده برضو ديسنيا 52 سنة قاعد يلف، وديسنيا طبعا عمل قسطرة طبعا، بس قسطرة ليفت سايد مش رايت سايد، عمل قسطرة وقاعد يلف ومع ذلك ما فيش اي مشاكل خالص، لغاية ما واحد بيقول له اعمل سي تي، فعمل سي تي لقى فيه ان الرايت سايد مش زي الليفت، فيه بقى لوسنسي اعلى في الرايت سايد، فعمل سي تي ويز سي تي ويز انترفينوس كونتراست، طلع ان هو فيه توتال اوكلوجن اوف ذا رايت بالموري ارتري، يعني عنده كرونيك ثرومبومبوليك بالمونري شيست اكس راي بتاعته فري الى حد ما. اي سي جي عاده ماي بروفايد سبورتيف، ابنورمال اي سي جي عاده بيبقى موجود في السيفير، وعاده معظم الناس بتيجي سيفير في المايل مفيش مشاكل، بقى في شويه حاجات بيبال مونال رايت اكسس ديفيشن اند سو اون. تمام. مهم قوي ان انا اعمل سكريننج، بس بعمل سكريننج مش في كل العيانين عشان بالمونري ارتيا هايبرتنشن، بعمل سكريننج في عيانين سيلكتد، العيان اللي عنده هيستوري فاميلي هيستوري اللي هو فاميليال، لو انا عنده ستيميك سكليروزس بعمل انيوالي لازم اعمل ايكو، عيان عنده اتش اي في ممكن ان اعمل عنده دراج اندوز وهكذا. دول الفاليو اوف سكريننج بيفرق، بيخلي العيانين بيفرق. تمام. طب انا بعمل سكريننج بمين؟ بايكو. وبالتالي الايكو فيري فيري امبورتنت ان ذا دايجنوزنج، او انا رايي ان هو الايكو ذا اوبننج جيت، عشان كده لازم اعتمد ادور في الايكو ثرلي على ساينز اوف بالمونري هايبرتنشن، عشان اما ابعت للحد بتاع الكارديولوجي اقول له اعمل لي شويه حاجات. عشان كده قال لك ان انت اكوردنج للترايكاسبيد ريجيرج فيلوستي لو اقل من 2.8 من 10 خلاص غالبا ما عندوش بالمونري هايبرتنشن، الا لو عنده هيستوري، وبالتالي هخلي العيان ده يجي لي بعد مين؟ بعد 6 اشهر، او اكتر من 3.4 من 10 مش هعمل له حاجه ثانيه، لو 2 يعني اقل من 2.8 بس عنده اذر ايكو فايندنج
او اما بين 2.9 ل 3.4 وعنده other echo finding. واذر ايكو فايندنج دي المهمه قوي على اساس ان انا بقول للدكتور بتاع الايكو اعمل لي الاتي: دور في الفنتريكل ودور في البالمونري ارتري ودور في الاي في سي او الانفيريو فينا كيفا على الاتي: رايت فنتريكل، يشوف الرايت فنتريكل للليفت فنتريكل بيزل دايمتر ايه اخبارها، لو اكتر من واحد ده سجست بالمونري هايبرتنشن، لو في لاتنينج الانترا فنتريكولار سيبتم برضو سجست بالمونري هايبرتنشن، واحد من هنا واحد من هنا يعني اثنين موجودين غالبا هيسجست بالمونري هايبرتنشن، يبقى هاي بروبابيلتي. رايت فنتريكل اوت فلو اللي هو اسيلريشن تايم اقل من 105، او في ايرلي دايستوليك بالمونري جيرجي فيلوست اكتر من 2.2، او بالمونري ارتي دايمتر اكتر من 25 ملي، او الاي في سي الانفيريو فينا كيفا، وده مهم جدا، الانفيريو فينا كيفا اكتر من 21 وذ ديكريزد انسبيراتوري كولابسابيلتي، يبقى اقل من 50% مع السنيفنج، ورايت اتريال اريا اكتر من 18 سنتيمتر رايت اتريال اريا. يبقى انا لما ادور على بالمونري هايبرتنشن اقول للراجل بتاع الايكو اعمل لي شوف بس اسس التي ار جي، واسس رايت فنتريكل للليفت فنتريكل دايمترز، اسس رايت فنتريكل اوت فلو تراكت، اسس الاي في سي الكولابسبيليتي بتاعت الاي في سي والبالمونري ارتي دايمتر. لو قال لي كده يبقى انا عندي ممكن يا اما في الاخر لو بروبابيلتي او انترميديت بروبابيلتي او هاي بروبابيلتي، بس ذا هاي بروبابيلتي اوف مين اوف بالمونري هايبرتنشن مش بالمونري ارتيريال هايبرتنشن. تمام؟ يبقى هو العيان عنده pulmonary hypertension، خلاص ابدا ادور على اسباب. What is the most common cause of pulmonary hypertension؟ اكتر سبب الليفت هارت ديزيز. طب الايكو هيقدر يكسكلود الليفت هارت ديزيز؟ اما الايكو يجي يقول لي ان هو عنده مثلا ليفت اتريال دايليتيشن اسكيميك هارت ديزيز، يبقى ده خلاص، يبقى انا كده مين جزء ايه الليفت سايد، يبقى انا كده بالايكو هيقدر يكسكلود جروب 2 which is the most common cause. تقريبا 80% من حالات ال pulmonary hypertension due to left heart disease 80% هقدر اكسكلود بمين؟ بالايكو. الايكو ما لقيتش فيه حاجه، او لقيت اللي موجود في الليفت ما يفسرش ال pulmonary hypertension السيفير، يبقى ده اللي قال عليه دكتور جمال بوست كابيلاري مش isolated combined، بقى بري وبوست. تمام؟ لو عملت قسطره هبص الاقي ان هو بالمونري ارتري ويدج بريشر بتاعه اكتر من 15 دونيت الليفت، وبالمونري فاسكولار ريزيستنس اكتر من 3، والبالمونري ارتري بريشر بتاعنا اكتر من 20. ما دام بالمونري فاسكولار ريزيستنس اكتر من 3 يبقى انا دخلت في مين؟ في الكومبايند بري وبوست. يبقى اول سبب اللي هو الليفت، وده هيبقى اكسكلودد بمين؟ بالايكو. تاني سبب ذا موست كومن اللي هو مين؟ البالمونري. خلاص، والبالمونري ده هيبقى اكسكلودد بمين؟ تشست اكس راي، history of smoking, high resolution CT، اقدر ان انا مين excluded بمين؟ بالحاجات دي كلها. تمام؟ بالديفيوجن كاباستي، عاده ما بنعملش ديفيوجن كاباستي، بس بعمل بالمونري فانكشن وبعمل كارديو بالمونري اكسرسايز تيستينج، بعمل هاي ريزولوشن سي تي لو لقيت الانفلتري. طب في الهاي ريزولوشن سي تي هل هيقدر يقول لي بالمونري هايبرتنشن ده نتيجه اللنج ولا نتيجه البالمونري ارتي هايبرتنشن؟ ممكن يقول لي لو لقيت extensive bilateral lesion و pulmonary hypertension 30 مثلا او 40، يبقى ال extensive bilateral lesions دي تعمل تفسر ال pulmonary hypertension. لو لقيت ال lesions 10% 20% وال pulmonary hypertension severe، يبقى ده ما يفسرش ده. تمام؟ انا دايما بوازن الامور ده، هل ال pulmonary function او ال high resolution CT يفسر ولا ما يفسرش؟ وبعدين لو ما قدرش يفسر، تمام، او لسه بازل، هعمل كارديو بالمونري اكسرسايز تيست، هعمل بالمونري فانكشن واشوف البالمونري فانكشن. لو لقيت الاف في سي الفورس فيتال كاباسيتي بتاعتي اقل من 60%، يبقى ده ريستريكتيف فنتلاتري ديفكت، ممكن يفسر الايه البالمونري هايبرتنشن. تمام؟ يبقى هي كلها بتبقى امالجاميشن اوف ذا مين اوف ذا، مش ليفت، مش نتيجه الهارت ولا نتيجه البالمونري. يتفضل لي مين؟ جروب 4 اللي هو كرونيك ثرومبويمبوليك بالمونري هايبرتنشن. اعمل ايه في كرونيك ثرومبويمبوليك بالمونري هايبرتنشن؟ اعمل بيرفيوجن لانج سكان، ده انواع اعمل بيرفيوجن لانج سكان. تمام؟ بيرفيوجن لانج سكان، بيرفيوجن لانج سكان از ذا جولد ستاندرد اوف دايجنوزينج كرونيك ثرومبويمبوليك بالمونري هايبرتنشن. ليه اهميه الكرونيك ثرومبويمبوليك بالمونري هايبرتنشن؟ اهميته ان هو ده الوحيد التريتابل كيورابل، the curable form of pulmonary hypertension. في عيان كان الفانكشن كلاس بتاعه ان هو كان واحد عندنا عنده 45 سنه، 45 سنه ده كان في الاول نجار، وبعدين كان مجرد ان هو يمشي مثلا 10 15 متر كان يبقى يحصل له سينكوبال اتاك وديستني. عملنا وصلنا لغايه ان هو كرونيك ثرومبويمبوليك بالمونري هايبرتنشن، عملنا له ثرومب اند ارتريكتومي، الدنيا توتالي اختلفت.
عيان بقى فانكشنينج، بقى البلموناري ارتري بريشر رجع تاني نورمال، عيان بقى يقدر يتحرك ويروح. تخيلوا واحد عنده 45 سنه وكريبلد مش قادر يعمل حاجه، والعلاج والمرض بتاعه تريتا كيوربل لانه العيان خف تماما. وقفت كمان الميديكيشنز بعد ما عملنا ثرومب اندارتريكتومي، ودي بتتعمل عندنا في الاصل. تمام يا جماعه؟ طيب يبقى احنا قلنا بالموناري هايبر كرونيك ثرومبي امبوليك، خلاص بنريفير بعد كده لمين؟ ل للسنتر، وبعدين بيتعمل ثرومب اي اسس كان في ثرومب اندارتريكتومي ولا لا. طب لو ما طلعش بقى كرونيك ثرومبو امبوليك بالموناري هايبرتنشن، وبالتالي يبقى احنا اكسكلودد جروب 2 و3 و4، يتبقى لنا جروب مين؟ 5 و1. 5 دي هتبقى جايب الهيستوري، يتبقى لنا جروب مين؟ 1 اللي هو بالموناري ارتيريال هايبرتنشن which is a disease of exclusion، لان الانسيدنت بتاعه قليل. تمام؟ وبالتالي لازم امشي في الدياجنوستيك الجوريثم، وزي ما انتم شايفين كده الدياجنوستيك الجوريثم لا موجود مش موجود، وبالتالي استبعد او اقف عند النقطه دي، يبقى خلاص وصلت للتشخيص، يبقى ابدا العلاج. ما النقطه دي ما افادتنيش، بعمل النقطه اللي مين اللي بعديها لغايه اما نيجي لمين؟ للايه؟ للرايت هارت كاث او الجولد ستاندرد بتاعنا. تمام؟ مش ممكن. بصوا يا جماعه شغال ده بقى الرايت هارت كاث، دي حاله عملتها. اول حاجه احنا بنخش انترنال جاجولر رايت هارت كاث از ذا جولد ستاندرد فور دايجنوزينج اوف بالمونري هايبرتنشن اوف وات ايفر ايتيولوجي. تمام؟ بس هيقول لي اذا كان عنده بالمونري هايبرتنشن او ما عندوش بالمونري هايبرتنشن. لو انا كنت اكسكلودنج جروب 2 و3 و4 وكده، فبعمل بالمونري ارتيريال، بعمل رايت هارت كاث، بنعمله احنا عندنا في مين؟ في الوحده. طب ليه ما قلناش في كرونيك ثرومبي امبوليك بالمونري هايبرتنشن ان انا هعمل رايت هارت كاث برضو، بس انا هعمل كونفنشنال انجيوجرافي. لازم احقن صبغه في مين؟ في العينين كرونيك ثرومبي امبوليك، لان انا بقارن ما قبل بما بعد، فلازم يبقى في عندي فيجوال. وبالتالي العينين كرونيك ثرومبي امبوليك بالمونري هايبرتنشن ما يستحبش ان انا اعمل لهم رايت هارت كاث، انا كبالمونولوجي اعمل رايت هارت كاث، انما هم بتوع الكارديولوجي يعملوا رايت هارت كاث عشان يعملوا كونفنشنال انجيوجرافي. احنا بنعمله عاده انا بخش انترنال جاجولر، وده طبعا زي ما احنا شايفين هنا كده، ده الانترنال جاجولر فين شايفين هو ليه مش شايفين ما شاء الله كده، يعني حاجه يعني الاول حاجه بلوكالايز الانترنال جاجولر فين، وبعدين بعد كده بنخش سونار جايدد، بنعقم خلاص الرايت انترنال جاجولر المكان، وبعدين نبدا نخش بالايه لوكال انثيزيا خلاص. وبعدين بعد اللوكال انثيزيا زي ما انتم شايفين كده في بلاد خرج اهو، هنا البلاد بيطلع. حب الواحد ما دام دخلنا في دخلت في الفين بشيل، وانا عملت الاسبيريشن مش شايفين ولا في هنا بلاد طالع اهو، بسيب البلاد يقوس شويه من عندي. تمام؟ يقوس من مكان الانترنال جاجولار فين، وبعدين بعد كده بدخل الايه التروكر، ادخل الجايد واير عشان بعد كده اشيل الجايد واير وادخل الايه الشيث. اهو انا كده بدخل الشيث، بعدين بفتح بس فتحه صغيره كده عشان الايه الشيث يوسع شويه. كده خلصنا، او يعني اول ما يخشش الشيث اهو هنا كده وصلنا الشيث، بنشيل التروكر بقى بالتوكر بالجايد واير شايفينه، وبنسحب هنا كده ايه بلاد عشان نتاكد ان احنا ويذنين. تمام؟ بعدين بعد كده بجيب الايه السوينجنز خلاص. سوينجنز ماست بي اير تايت، مفيش خرم فيها، في هواء، عشان كده هنشوف بعد شويه كده اهو. ده هنا دي السوينجنز بتاعتي خلاص، بيبقى فيها أسطرة في نهايتها، فيها بالون في النهايه، بنفخ البالون، بشيك بقى بنفخ البالون، وبعدين بحط سلاين عشان تبقى كلها اير تايت، ما فيش هواء. وبعدين بقى ده جزء الايه
ادي شوف شايفينه يا جماعه السلاين احنا بنحقنه. هنبدا هنا هنبدا نخش بقى في مين في الشيث. انا خلاص كده تقريبا خلصنا الليله اصلا في الدخول كده. بخش بلايند جايدد بالويف فورم اللي هتظهر لي دلوقتي تمام. بس طبعا عند 20 سنتي بيبقى المفروض ان انا في رايت اتريوم، عند 30 سنتي المفروض في رايت فنتريكل، عند 40 سنتي المفروض ان انا في بلمونري ارتري وهكذا. بصوا انا هنشفت دلوقتي على مين. اول ما بعدي للرايت اتريوم عند 20 سنتي بنفخ البالونه بيبقى فلو جايدد. هنشوف دلوقتي شكل الويف فورمز. هنا كده شكل الويف فورم، ده الرايت اتريال بريشرز عالي كمان. هنا ده الرايت فنتريكل. نقف بس هنا كده شويه. ده رايت فنتريكولر ويف فورم تمام؟ دخلنا هنا البلمونري السيستوليك رايت فنتريكل سيستوليك بريشر 60 والدايستول 5 تمام؟ والمين بلمونري ارتري بريشر هنا او رايت فنتريكل بريشر 24. والساتوريشن 100% اللي تحت ده الساتوريشن تمام، وده الهارت ريت 98 تمام. بنخش نكمل زي ما احنا. كل ده بتدكك وانت عينك على مين، على الويف فورم دي. اول ما تختلف الويف فورم، على فكره هنا مفيش دايستول، الدايستول بتاعنا 4 أو 5 تمام، وبالتالي انا في مين، في الرايت فنتريكلز. بتدكك ماشي كده سلولي، الدنيا ماشيه معاك كويس. الموست كومن سايد افكت اللي بتحصل ان هو بس بتحصل شويه اريزميا. اول ما تحصل شويه اريزميا تقوم مين تديفليت الانبوء البالونه، وبعدين ايه تطلع ترجع ورا شويه. بس اهو بصوا هنا يا جماعه، هنا الصوره اختلفت، هنا الصوره اختلفت. شايفين ده الرايت الاولاني، الجزء الاولاني ده رايت فنتريكل، وبعدين الجزء الثاني ده بالمونري ارتي، يبقى فيه هنا دايستول خلاص هيتقاس دلوقتي تمام. يبقى ده كده رايت فنتريكولار بريشر ويف فورم، وبعدين بعد كده هنا في مين، في بالمونري ارتري بريشر ويف فورم. اهو بصوا يا جماعه اختلف اليمين، المين بالمونري ارتري اللي هنا الدايستول، الدايستول هنا 22. لو نفتكر الدايستول اللي كان موجود في الرايت فنتريكل كان 4 أو 5. برضو انا بدكك، هقف هنا بس شويه صغيره، بدكك تمام. وكل ده والبالونه انفليتد عشان اوصل اعمل حاجه اسمها ويدجنج، عشان اقيس البالمونري ارتري ويدج بريشر. البالمونري ارتري ويدج بريشر ده اللي هيفرق ما بين بري كابيلاري وبوست كابيلاري. انا داخل مفيش اي مشكله خالص اهو، بكمل كل ده بلايند، انا بس كل الجايدد بمين، بالويف فورم، لغايه اللي هيحصل بص هنا يا جماعه ايه اللي حصل؟ معلش هرجع تاني بس. All of a sudden البريشر نزل لغايه 10 او تقريبا 10 اللي هو الويدج بريشر. نكمل تاني. بس شايفين البريشر ويف فورم شكله ايه، بقى ايه، بقى تحت في الزيرو خالص تمام. المين بالمونري ارتري الويدج بريشر 5 1 4 تمام. يبقى هنا كده ببقى انا ويدجد، وبعرف منين ان انا ويدجد، ان انا وانا في نفس المكان بفسي البالونه. وانس ان انا فسيت البالونه في نفس المكان هيرجع لي مباشره البالمونري ارتري بريشر.
ارجع تاني بس من السوني اهو هنا كده يا جماعه ادينا هنا. بص 67 عايز بس انتوا شفتوا هنا البريشر لو تلاحظوا هنا 66 27 دايستول والمين 39 تمام. بعد شويه صغيره بالظبط اول ما بفصل اول ما بنفخ البالونه بقى كام؟ بقى 3 3 3 وبالتالي يبقى انا كده في مين؟ في الويدج. وانس ان انا في الويدج على فكره لازم اخد هنا من الويدج بعمل بفسي البالونه واخد الميكسد فينوس اوكسجين اللي هو الميكسد فينوس اوكسجين ساتوريشن عشان يقول لي بعد كده الريسك ستراتيفيكيشن بتاعنا ايه اخبار. وانس ان انا في خلاص فسيت البالونه خلاص وكده كده انا ويدجنج نافخ البالونه بعدين بفسيها واخد منها الميكسد فينوس اوكسجين ساتوريشن وبعدين بعد كده خلاص بقى ايه برجع تاني ادي برده هنا كده الارتري وبعدين كده مين الرايت فينتريكل ده وانا ايه اثناء مين اثناء الرجوع بتاعي خلاص وهنا كده الرايت اتريال كده احنا خلصنا مين خلصنا الرايت فينتريكل الرايت هارت كاث. ده كان عين تاني غالبا خلاص احنا كده بس عايز تمام. مهم قوي ان الرايت هارت كات في عينين بالمونري هايبرتنشن لان هو بتقول لي حاجات كتيره جدا بشخص ده رقم واحد. الحاجه الثانيه تقول لي بروجنوزس رايت اتريال بريشر مهم جدا لان هو ده وان اوف ذا ريسك ستراتيفيكيشن فاكتور. كاردييك اندكس مش هيجي غير مين غير برايت بالسوانجانز. بالمونري فاسكولار ريزيستنس برضو بتيجي بمين بالسوانجانز تمام. لو في كونجنتال هارت ديزيز والريسبونس تو ثيرابي زي ما قال الاستاذ دكتور جمال ان انا بدي نيتريك اوكسايد وانا في البالمونري ارتري لو هو حصل ريدكشن 10 ملم ميركوري او وصلنا اقل من 40 يبقى ده ايه جود فازو دايليتور ريسبونس وبالتالي يستحق ان انا اديله كالسيوم شانل بلوكرز. العينين دول لان دول بيفرقوا تماما بيفرق معاهم البروجنوز بالنسبه لهم. الحاجه الثانيه ان العينين دول انا قلت ان هو ده بالمونري ارتيا هايبرتنشن سواء ريسبونسيف او نون ريسبونسيف مهم قوي ان انا اعرف مين اذا كان هو كونكتيف تيشو ديزيز اذا كان هو دراج اند توكسين انديوزد او اتش اي في لان كل ده هيفرق في مين في الريت اوف سرفايفر هيريتابل بالمونري فين اوكلوسيف ديزيز. ساعات البالمونري فين اوكلوسيف ديزيز ما يتشخصش غير ما تدي للعيان مين العلاج. وانس ان انت اديته العلاج بيحصل فينو دايليتيشن ويخش العيان في بالمونري ايديما يبقى ده دايجنوستيك ان هو مين ان بالمونري فينو اوكلوسيف ديزيز. وثانك يو. ده الدايجنوزس. في حد عايز يسال حاجه على الدايجنوزس؟ يا ايها الزملاء الافاضل هو حضرتك انا بعرف ان انا قولي يا لميس بعرف حضرتك ان انا ويدجت لما البريشر يوصل للزيرو لا مش لازم يوصل للزيرو هو اول حاجه يبقى يريدوس البريشر يوصل لغايه يعني احنا هنا في بعض العينين بيوصل لغايه 70 80 المين بالمونيارت بريشر وساعات تلاقي السيستوليك بالمونيارت بريشر 100 اول اوف سادن فدام انت ويدجت عشان تعمل جود ويدجنج ال 100 دي بتوصل لغايه 15 حتى بلاش لغايه 18 يبقى بوست كابيلر لغايه 4 5 بري كابيلر بس تعرف منين ان انت ويدجت. وانس ان انت ديفليتد الانبوبه فالمونري ارت بريشر رجع تاني انستنتينيسي بدون اي تغيير تمام. فده الويدج. سؤال تاني معلش حضرتك هو الفازو اكتف تيست بعمله في انهي ستيب بقى من الستيب اللي هو انا في البالمونري ارتري قبل الاكلوجن خالص وانا في البالمونري ارتي انا عندي البريشرز موجود فبدي العين نيتريك اوكسايد انهيل النيتريك اوكسايد واشوف حصل دروب زي ما وانا زي ما انا تمام. لان انا في البالمونري ارتي الميزه ان انا هديفليت الانبوبه هديفليت الاسطر البالونه اول ما ديفليت البالونه خلاص مفيش بريشر على الوول وبالتالي اقعد في البالمونري ارتي زي ما انا عايز. انما وانس ان انا انفليتد البالون عملت ويدجنج يبقى انت عندك مثلا 5 6 7 10 سايكل كاردياك سايكل لازم تديفليت بعديها البالون عشان ما يحصلش هيموريدج ما يحصلش اوبستراكشن وهيموريدج تمام. وبالتالي وانس ان انت كده شد القسطره شويه صغيره انت في البالمونري ارتري ادي الانهيلد نيتريك اوكسايد بتاعك هتشوف الريسبونس موجوده ولا مش موجوده.
شكرا يا دكتور مصطفى، تعبنا حضرتك النهارده واجهدناك ومحاضره اكثر من رائعه، شكرا جزيلا. ده الدياجنوز لسه المانجمنت بقى. ايه دلوقتي نصعد بس مع دكتور لسه نتكلم التريتمنت الجزء الاخير بقى. تمام، بالموناري ارتيريال هايبرتنشن. نكمل تاني، يعني كل ده كلامي على بالموناري ارتيريال هايبرتنشن. قبل سنه 96 شيء، وبعد 96 شيء تاني خالص. قبل 96 كان التريتمنت بتاعه كالسيوم شانل بلوكرز انتي كواجولانت، بعد 96 في دواء دخل غير الصوره تماما اللي هو الايبوبروستينول اللي هو بروستاسايكلين انالوج، غير الصوره تماما، السرفايفل بقى احسن، ال 6 مينيت ووكينج ديستانس بقى احسن، وبالتالي بعض الناس بدات معظم الناس تهتم في البالمونري هايبرتنشن. عشان كده لو تفتكروا سنه 73 اول ويرلد سمبوزيوم، ثاني ويرلد سمبوزيوم سنه 95، يعني من 73 ل 98 25 سنه ما كانش فيه اهتمام في البالمونري هايبرتنشن غير بعد ما دخل الدواء اللي هو الايبوبروستينول اللي غير الصوره. كان اللي موجودين 14 15 في 73، في 2018 كان اللي موجودين في ناس في الويرلد سيمبوزيوم ميتنج اللي هو السادس كان تقريبا 1350 واحد، من 13 واحد زادوا 100 ضعف تقريبا اللي كانوا موجودين في مين في السيمبوزيوم، وبالتالي الامور فرقت. كان في كالسيوم شانل بلوكرز 96 بقى في الاندوثيلين ريسبتور اللي هو بروستاسايكلين انالوج، بعد كده بقينا في عندنا 15 20 دواء من 3 سايكلز زي ما استاذ الدكتور جمال قال، اندوثيلين ريسبتور انتاجونست، بروستاسايكلين انالوج، وفوسفودايستريز ايزو انزيم انهبيتورز. لان المشكله عندي في البالمونري ارتيريال هايبرتنشن حاجه مهمه ان الفازوكونستريكتور عاليه والفازودايليتور قليلين، فانا عشان اعدل البالانس هم عامل مين؟ هدي فازوكو انتاجونست للفازوكونستريكتور اللي هو الاندوثيلين ريسبتور انتاجونست، والفازودايليتورز اللي احاول ان انا مين ازودها، هدي بروستاسايكلين انالوج وهدي فوسفودايستريز ايزو انزيم انهبيتور عشان اعلي النيتريك اوكسايد واعلي الفازو ايه الفازودايليتور. تمام، في مصر كان الصوره برضو الى حد ما جلومي لغايه ما دخل البروستاسايكلين الاندوثيلين ريسبتور انتاجونست، كان اول واحد دخل البوزنتان او التراكلير بس كان غالي جدا، لغايه برضو ما في شركه مصريه لشركه مكتب حبيب دخل البالم بروف وغير الى حد ما الصوره. الاولاني اللي هو التراكلير كان ب 35000 جنيه، الدواء اللي هو بالم بروف تقريبا ب 3500 جنيه، ده في صحيح غالي بس يعني تقريبا 10 اضعاف الايه الدواء الاصلي، فالصوره اختلفت في المانجمنت اوف بالمونري ارتيريال هايبرتنشن بالاضافه للدواء اللي كل الناس بتكتبه سواء العين عنده بالمونري ارتيريال هايبرتنشن او ما عندوش بالمونري ارتيريال هايبرتنشن اللي هو السلدنافيل، يعني كل الناس عنده ما عندوش هي ايه هي يفرق. طيب انا هل كل عيان عنده بالمونري هايبرتنشن ينفع اديله دواء ولا ما ينفعش؟ مش كل عيان. مين العيانين اللي يستاهلوا؟ هم مجموعتين اتنين بس، جروب 1 اللي هو بالمونري ارتيريال هايبرتنشن، وجروب 4 اللي هو كرونيك ثرومبو امبوليك بالمونري هايبرتنشن. طب انا ليه ما اديش بقيه الجروبات؟ لان انا لو اديت بقيه الجروبات زي مثلا بالمونري هايبرتنشن ديو تو ليفت هارت ديزيز هيعمل مين؟ هيزود لي يفتح البالمونري ارتري، يزود الكاردياك اوتبوت، اما يزود الكاردياك اوتبوت تو ذا ليفت فنتريكل الهارت يفك. يبقى الفازوكونستريكشن اللي موجود از بروتكتيف، يحاول يقلل البري لود على الليفت فنتريكل، وبالتالي ما يقلل البري لود يبقى مش كويس. لو انا فتحته له العين هيفيل ايميديت. الحاجة الثانية، طب في كرونيك ثرومبو في العينين بتوع سي وبي دي، طب وانا دي ليه اساسا؟ المشكلة كلها مش في الفيسل، المشكلة كلها في الاير واي. يبقى المانجمنت بتاعي هو مين؟ ان انا ادي اوكسجين ثيرابي ما اديش فازودايليتور ثيرابي. هو ده التالنت، ان انا اهم قاعدة في الطب هي دو نوت دو هارم تو ذا بيشنت. تمام؟ ما تعملش بس، يعني هو العيان بتاع النمونيا المورتاليتي كوميونتي اكوايرد نمونيا كام؟ 2% مثلا، لو مايلد مثلا، لو 2% 3% صح؟ لو انت اديته بقى دواء غلط انت اللي ممكن تمين؟ تعمل هارم تو ذا مين؟ تو ذا بيش. تمام؟ افتكر عيان كان برضو جاي عنده بايلاترال بلورال افيوجن ويتش دي نوتس ان هو عنده غالبا سيستميك كوز، راح لحد فالولد كان ظاهر كان لسه جديد في المستشفى فعامل له مين؟ بذله ببساطه جدا، يعني حاول في الناحيه اليمين ما عرفش فصمم فحاول في الناحيه الشمال فجاب له مين؟
هيدرونيومزولز. فركب ايه؟ انتركوستال تيوب. قعد في مين؟ في المستشفى. اتحولت الهيدرونيومزوركس الى بايونيومزوركس. فحصل له في الاخر دي كنت يعني قصدي لازكس اللي هو بعشرة صيغ او بجنيه او بواتيفر فيرسس قعد شهر ونص في مين؟ في مستشفى نان انديكيت. هو القاعده العامه دو نوت دو هارم. الادويه غاليه وسايد افكتس عاليه، وبالتالي ما تديش غير اما انت متاكد ان العيان ده هيستفيد فعلا منين؟ من زي ما اتبعنا الدياجنوستيك الجوريثم. تمام؟ نرجع تاني بقى عشان برضو ادي التريتمنت بيعتمد على ثلاثة ايتمز. اول حاجه اكيرو دياجنوز واتكلمنا عليها. تاني حاجه في حاجه اسمها ريسك ستراتيفيكيشن. يعني ايه ريسك ستراتيفيكيشن؟ العيان ده في خلال سنه كام في الميه مورتاليتي؟ لو 5% يبقى لو ريسك، لو 10 من 5 ل 10% يبقى مودريت ريسك، لو اكتر من 10% بقينا هاي ريسك. لو ريسك ممكن ابدا بمونو ثيرابي، مودريت ريسك ابدا بكومبينيشن ثيرابي، هاي ريسك ابدا بتريبل كومبينيشن ثيرابي او اب فرونت ثيرابي. بس من ضمنهم بروستاسايكلين انالوج، وهو الاغلى واللي مش موجود الى حد ما في مصر، بس موجود اورال بروستاسايكلين انالوج. تمام؟ فمهم قوي ان انا اعمل ريسك. ليه؟ عشان حاجتين، اشوف الريسك بتاع العيان، وهل العيان بعد المانجمنت اتنقل للريسك تاني ولا لا. يعني لو هو مودريت اديته ميديكيشن بقى لو، يبقى انا اتشيفد الجولز بتاعتي. مش لو لسه زي ما هو، ازود دواء. معايا؟ ومهم قوي ان انا اعمل ريسك ستراتيفيكيشنز. والريسك ستراتيفيكيشن ده بيعتمد على سيمتومز اكسرسايز كاباسيتي رايت فنتريكولار فانكشن. السيمتومز بتاعتي اللي هي هل عنده هارت فيلير ولا لا، عنده بروجريشن اوف سيمتوم سريع ولا لا، سينكوبال اتاك. لو العيان بيجي له سينكوبال اتاك يبقى ده هاي ريسك. لو دبليو اتش او فانكشن كلاس 2 و3 او 3 و4 هاي ريسك. 6 مينيت ووكينج ديستانس ويتش از سمبل، مجرد العيان يتمشى 6 دقائق. اقل من 100 و اقل من 100 اقل من 440 ل 165 بقينا مودريت ريسك، اقل من 165 بقينا ايه؟ هاي ريسك. تمام؟ دول حاجات سمبل ونعمله. وهم على فكره الريسك ستراتيفيكيشن او هو 13 بارامترز اللي موجوده دول، من ضمنهم جزء الايكو الرايت اتريال اريا اللي احنا قلنا عليه، نقول للعيان بتاع الدكتور بتاع الايكو يعمله اللي هو 18 سم. لو اقل من 18 سم لو ريسك، لو اكتر من 26 هاي ريسك. وجود البريكارديال افيوجن هاي ريسك، مفيش بريكارديال افيوجن لو ريسك. قصدي الحاجات البارامترز دي مش شرط الهيمودينامكس. الهيمودينامكس نعملها في انيشال، وبعدين نفولو اب بعد كده ممكن بمين؟ باللاب اللي هو موجود بالبي ان بي، 6 مينت ووكينج ديستانس، الفانكشن كلاس. الناس دي الحاجات دي كلها اربعه بارامترز ممكن نتابع بيها: 6 مينت ووكينج ديستانس، الفانكشن كلاس، الرايت اتريال اريا، والهيمودينامكس مش شرط اتابع بيه، بس لازم اعمله في الايه؟ في الاول. فده مهم جدا ان انا احط الريسك بحيث ان انا ابدا الايه؟ العلاج اكوردنج لمين؟ للريسك. تمام؟ زي ما قلنا بالظبط، يا اما ابدا وان دراج، يا اما ابدا كومبينيشن ثيرابي، يا اما ابدا تريبل كومبينيشن ثيرابي. تمام؟ ده المانجمنت زي ما انتم شايفين كده، شكله بسيط وسهل وظريف وما فيهوش اي مشاكل خالص. كل اللي موجود عندنا ان هو بي اتش كونفيرمد، هيبقى اكيوت فازو ريأكتيفيتي، نيتريك اوكسايد، كالسيوم شانل ثيرابي لو هو فازو ريأكتيف خلاص، لو نون فازو ريأكتيف يا انيشال مونو ثيرابي يا انيشال كومبينيشن، يا اما انيشال كومبينيشن مع بروستاسايكل. زي ما انتم شايفين كده فيري سمبل، بسيط سهل اي حد يحفظه. انما المشكله كلها ان هو مش ده، المشكله كلها ان هو ده الشكل اكشوالي. لان لو بصينا هنا هيقول لك تيبل 16، تيبل 17، تيبل 18، تيبل 19، تيبل 20، 21 وهكذا، اللي هم التيبولات دي. تمام؟ فيها دراج دراج انتر اكشنز وفيها حاجات كتيره جدا. تمام؟ فمهم قوي ان انا اريفير تو ان اكسبرت سنتر، اريفير لحد، وبعدين اتعامل مع هذا الشخص. تمام؟ الراجل ده ممكن ياخد انتي كاجلنت فور لايف، ممكن يجي له انفكشن، ممكن ياخد انيميا، ناس دي يجي له انيميا، الادويه اللي ساعات بياخدها ممكن تعمل له مشاكل ثانيه. فمهم قوي ان انا اديه لحد اكسبرت، وبعدين بعد كده هتعامل معاه هاو تو فولو العيان. زي ما احنا قلنا في جنرال سبيسيفيك ميجرز، الحاجات الجنرال ميجرز اللي هو فيزيكال اكتيفيتي، البريجننسي، تولد ولا تحمل ولا ما تحملش. ما رايكم في هذا السؤال؟ بالمونر تحمل ولا ما تحملش؟ بالمونر تي هايبرتنشن كونترا اندكيتد ويز بريجننسي. انما هل العيان بيسمع كلامك ولا لا؟ ده حاجه ثانيه. تمام؟ انت بتقول له فاهمني وتقنعه، انما
يعني في عيانين خصوصا الصعيدة معلش بس هم يعني يعني جد يعني انت انا افتكر في واحده ست جت وبنتها عندها 18 سنه وكانت او كانت مخطوبه وكانت هتتجوز تقريبا والبالمونري ارتي هايبرتنشن كان الرايت فينتريك سيستوليك بريشر البالمونري ارتي بريشر بتاعها كان ساعتها المين كان 90 يعني هي كانت بايلاتر لور اللي ده المين يا جماعه خلاص وقلت فبقول لها فبتقول لي دي خلاص هتتجوز قلت تتجوز ايه اتجوز بس ما تحملش قالت لي بقول لك ايه تولد وتموت بس تولد وتموت بجد والله بعد كده ما شفتهاش تاني ما اعرفش بقى ايه اللي حصل صراحه يعني بس قالت لي تتجوز وتحمل وتموت ما لناش بس جيب الواد عموما يعني فده البيرث كنترول مهم الكتيف سيرج انفكشن وبالتالي لازم ياخد مين الفاكسينيشن كل شويه تمام اورال انتي كواجلانت مش شرط اكسبت في ثلاثه جروب الايديوباثيك والهيريتابل دراج اندوسد فقط هم دول اللي ياخدوا anticoagulant otherwise باقي مع انه pulmonary hypertension محدش ياخد anticoagulant فيها diuretics على حسب لو في pressure overload ولا لا oxygen لو في عينين hypoxemic digoxin not indicated anemia مهم جدا عشان anemia بتعمل right heart failure الدواء endothelin receptor antagonist ممكن يعمل anemia كمان فبالتالي مهم قوي ان انا اتابع الiron status تابع الانيميا في العين كل شويه تمام كالسيوم شانل بلوكرز يعني ممكن احنا نستخدمها بس اكوردنج لمين التشويس بيعتمد اذا كان في برادي كارديا ولا في تاكي كارديا بس ما ينفعش ان انا ادي كالسيوم شانل بلوكر وزاوت فازو رياكتيفيتي لازم العيان ياخد نيتريك اوكسايد لو غير كده انا بعرض العيان للخطر على الفاضي تمام لو بقى نون فازو رياكتيف بعمل السبيسيفيك ثيرابي سواء اندوثيلين ريسبتور انتاجونس زي ما قلنا بالظبط سنه 98 كان في دواء واحد اللي هو ايبوبروستينول وبعدين بعد كده في عندي 10 12 دواء انما الثيرابيوتيك باثوي هم ثلاثه بس اللي هو الاندوثيلين ريسبتور انتاجونس او فوسفاتاسيز ايزونزيم انهبيتور او بروستاسايكلين انالوج وهو ده اللي موجود عندنا في مين في مصر تمام اهم حاجه اللي انا عايزه اوصل له early detection and management هي دي النقطه المهمه جدا early detection and management تمام لسه في unmanaged early detection and management هو اللي انا قصدي عليه لو العيان عنده exertional shortness of breath و not improved بالتريتمنت العادي سواء بقى الاسكيميك هارت ديزيز سواء مش عارف لمين ادور على سبب تاني قد يكون البلمونري هايبرتنشن لو في عيان عنده سكليروديرما عنده كونكتيف تيشو ديزيز لازم ادور على مين على البلمونري هايبرتنشن واما ادور على البلمونري هايبرتنشن اقول لبتاع الايكو يعمل 1 2 3 4 اقول له شوف الرايت فينتريكل ايه اخباره شوف الرايت فينتريكل الليفت فينتريكل يشوف البلمونري ارتري يشوف الانفيريور فينا كيفا يشوف الاسيليريشن تايم يشوف ترايكاسبيد جيت تريجر فيلوسيتي يشوف التابسي ترايكاسبيد ان بلين ان انيولار سيستوليك اكسكرجن لازم كل دول يشوفهم عشان يديني صوره كامله في الاخر رايت اتريال اريا خلاص عشان اقدر ان انا مين احط العيان في الريسك ستراتيفيكيشن بتاعته مايلد ولا مودريت ولا سيفير وبعدين بعد كده الجول اورينتد ثيرابي طب اعمل ايه في الجول اورينتد ثيرابي ان العيان لو بعد 3 اشهر ما تحسنش او بقى في نفس الكلاس او في نفس الريسك مودريت ريسك يبقى العيان ما تحسنش يبقى لازم اد اون ثيرابي احنا في مصر دلوقتي بقى في على فكره بقى في اندوثيلين ريسبتور انتاجونست كذا نوع تمام بقى في عندي البوزنتان بقى في عندي الماسيتنتن وفي عندي الامبريزنتان تمام ممكن اعمل سويتش ما بين غالبا يعني عملناها ما بين البوزنتان والماسيتنت لو العيان ما تحسنش كتير السيلدينافيل في الفوسفودايسيز ايزو انزيم مع السيلدينافيل ومعاه السيالس او التادالافيل اعمل سويتش ما بينهم ودول موجودين في مصر البروستاسايكلين انالوج في دواء بس في مصر اللي هو السيليكسي باج وده بس ده يعني كله غالي بس ده اغلاهم بس على فكره الجمعيات الاهليه بتشارك بشده في ان هي توفر الدواء يعني الاوبسيمت ده او الماسيتنتن جمعيات اهليه كتير بتوفره السيليكسي باج اللي هو بروستاسايكل انالوج في جمعيات بتوفره في عندي 2 3 عيانين ماشيين على الماسيتنتن وفي 2 برضو او 3 ماشيين على السيليكسي باج والبالمي بروف يعني افيلابل والبالمي بروف كمان اعتقد في التامين الصحي فالادويه متوفره دلوقتي هي النقطه ان انا لازم احط الاستراتيجي ولازم اشخص مظبوط عشان يبقى ليا هدف شخصت مظبوط
ليه هدف من التريتمنت ان انا احول العيان من المودريت ريسك لللو ريسك. لو ما تحولش يبقى ازود دواء، لو اتحول يبقى افكسهم وبعدين اتابعه كل 3 اشهر. وبعدين مش لازم اعمل قسطره كل شويه. لو انا المانع عندي ان انا ما عنديش القساطر، مش حكايه القسطره، القسطره ممكن يعني يجي نعمل له القسطره ويرجع تاني. يعني قصدي القصه مش قصه القسطره بس في حد ذاته مهم قوي. early detection and management, goal oriented therapy with sequential combination او ابترافي sequential combination. انا ابدا بدواء وبعدين ازود دواء تاني. goal oriented therapy after initial combination therapy, ان انا لازم يبقى هي هدف بعد 3 اشهر ان انا اتحسن، ان انا بقى اسوأ العيان وهكذا. and thank you, شكرا جزيلا.